السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بحضراتكم في فيديو جديد. طبعا يعني كان في لايف امبارح ما كنا نطلعه بس حصل كده ظروف صحية عاقتني ان انا اعمل الفيديو، والحمد لله دلوقتي بقيت احسن بخير الحمد لله. هو بس احنا كنا هنتكلم امبارح على فكرة السماجة بتاعة السيسي، وفكرة ان هو زي ما قلنا الشو اللي بيعمله علشان خاطر يضحك على الناس. وكنت هسأل الناس حضراتكم يعني والاخواننا التساوية اللي بيتابعونا برضو، عايزين نقول لهم يا جماعة طيب الحدث بتاع امبارح ده غير ايه في مصر؟ يعني غير ايه في الوضع؟ ناهيك عن اللقطة الأقص يعني اكثر اشمئزازا فعلا ومقززة جدا، فكرة اللقطة اللي ضحك فيها سيسي وهو بيتكلم الراجل اللي هو صاحب مصنع الاعلاف وبتاع، يعني انا مش قادر افسرها نفسيا، يعني مش قادر افسر نفسية الراجل ده عاملة ايه، اللي هو واحد اصلا رايح لناس هو يفتتح مشروع وكل حاجة ويبدو ان هو انجاز يضحك بيه على الناس وياخد بيه ارضية وياخد بيه شعبية، بس ازاي انت حتى مش مراعي نفسية ناس كتير جدا او غالبية الشعب المصري. انت اصلا نفسك لو انت مهموم بالموضوع ده انت المفروض رايح وانت مهموم، يعني انت رايح بأزمة كبيرة، انت عندك العملة كانت كده وهوب نزلت كده، يعني الجنيه ضرب غطس مقبش والعملة، وغير ناهيك بقى عن الاسعار والبلاوي ومشاكل البلد اللي بقت ضنك ومن اول السنة والناس يعني حاسة بمشاكل رهيبة جدا، وانت بقى عمال بقى بقيت تفرش الملال للناس بقى وبتبيع عادي وبتعلن ان انت بتبيع وحديقة الحيوان مش عارف هنعمل ايه والمستثمر الاماراتي يجي يشيلها وتفاصيل كتيرة بقى فيه وش مكشوف شوية. وطبعا ده حصل بعد النقل النوعية بتاعة 11-11 وان سيسي خلاص كشف وشه للمصريين. فكنت عايز اقول اللقطة ديت ان هو ايه العقلية بتاعة سيسي اللي خليه يعمل كده. هيك بقى طبعا عن كل اللي حصل بقى والجماعة اللي كانوا حاضرين مع كامل احترامي كامل الاحترامي هم الناس اللي قاعدين كلهم طبلاتير السيسي، بس يا اما في منهم اللي جاي بالامر وفي منهم طبعا اللي جاي يعني بيتضرع للسيسي. فانا عايز اقول ان الموضوع اللقطه هتشوفها كتير على فكره، انت تشوفوا لقطات من دي كتير، واتكلمنا على الموضوع ده من تقريبا لما كان بيفتتح مشروع البحيره برضو القريه اللي كان بيفتتحها هناك وراح مع اهل القرى اللي هناك وقعد وتصور معاهم نفس اللقطه، وقلنا ده ان توجه شركه العلاقات العامه الجديده اللي السيسي اتعامل معاها برضو اللي بيدفع لها مئات الالاف من الدولارات شهريا علشان خاطر يجمل صورته داخليا وخارجيا. فهو ده الجزء. الجزء بقى زي ما قلنا السيسي بيشتغل على عملين، بيحاول يجمل صورته الشخصية اللي هو يظهر بنفسه، وفي نفس الوقت بيشغل الرأي العام، وده طبعا ده شغل الواد محمود ابنه والليلة بتاعته بتاعت المخابرات يعني، وبيشغل الرأي العام عن قضايا البلد الأساسية اللي هو بإيه بقى يوم طلع طبعا إبراهيم عيسى عملنا عنه فيديو النهاردة الفيديو اللي فات. الفيديو ده طبعا عن مرتضى منصور. طبعا مرتضى منصور انسحب والزمالك انسحب، دنيا هتقوم. انا بستغرب اما بلاقي السوشيال ميديا بتتناول الموضوع بجد، يعني السوشيال ميديا الناس داخله سواء بقى اهلاويه او زملكاويه واخدين الموضوع كوره اهلي وزمالك، يا جماعه ده في اكل وفي مام وفي اسعار وفي دولار وفي جنيه مش موجود وفي بلد بتخرب وفي اصول بلد بتتباع، وانتوا بتتكلموا في اهلي وزمالك والزمالك انسحب ولا ما انسحبش، ومرتضى مرتضى بيقول كلام معاه حق، واللي يقول لك لا مرتضى معهوش حق يقول لك اصلا انا ما بحبش مرتضى بس الكلام ده هو يعني مرتضى يطلع يقول الكلام ده كده من نفسه. يعني يا جماعه نعل نعل، هو بس بيرمي الزغليل، يعني هو بيرمي الزغليل، عارف ان واحد زي مرتضى منصور بيجيب قوي مع الناس، بيشغل الناس، بياخد الناس في حته ثانيه. نجيب ساويرس برضو بياخد الناس في حته ثانيه. المطبلاتيه طبعا بتوعه تحديدا منهم عمرو اديب بياخد الناس لحته ثالثه. طلع ابراهيم عيسى من الدرج ولميس الحديد مش عارف هتعمل ايه، وهتلاقي يوسف الحسيني بيقول ايه، فهتلاقي كل واحد واخدك لحته انت بس عمال مشغول بالكلام بتاع الناس والرد عليه. لا يا باشا، انت في واحد في صلب القضيه السيسي فاشل، لازم تبقى عارف كده ولازم الناس كلها تعرف كده ولازم يوصل له ان هو فاشل. السيسي يا جماعه فاشل، السيسي سبب فقر مصر، السيسي سبب فشل مصر، السيسي سبب حاله الجوع والعوز اللي احنا فيها، السيسي سبب في انهيار الجنيه، السيسي سبب في كل ازمات مصر من 9 سنين، لان الراجل ده بقى له 9 سنين موجود في البلد. لو كان في الخير كان بان. سيبك موضوع بقى حياه كريمه والحاجات اللقطات اللي بيعملها دي، يعني كل ده فنكوش. ولو الكلام ده زي ما هو ما بيقول والمشاريع اللي ما بتبطلش ليل ونهار واناء الليل واناء النهار المشاريع اللي بيفتتحها ده ما انعكسش ليه على الشعب؟ لو هي الحاجات دي حقيقيه ما انعكستش ليه على الشعب؟ ما انعكستش ليه على عملتك؟ فعشان ما نضحكش، يعني مش عايزين نضحك على نفسنا وبعدين نروح في السكه دي، ولا بقى بنبقى نفرغ طاقتنا نطلع بشويه كوميكسات. يا جماعه السيسي فاشل، لازم يمشي السيسي، لازم يمشي، لازم تبقى دي اراده الناس، تبقى دي اراده داخليه من الناس، الشعب اللي موجود في مصر، الناس اللي حاسين بالضنك، الناس اللي ضجوا من العيشه. فالسيسي لازم يرحل، بس ملاش حل تاني. يبقى هو ده قدام الناس كلها والناس شايفين ده، وكلام الناس يبقى مع بعض عن ده، مش بقى عن مرتضى منصور وابراهيم عيسى وبيشتم الشعراوي والشعراوي. هو يعني ابراهيم عيسى ولا 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 ولا, ولا, ولا طارق الشناوي هم دول اثروا في سيره الشيخ الشعراوي يعني. فركزوا، الله يبارك لكم، واتمنى تكون الرساله وصلت. سلام واشوفكم في فيديو جديد.